بسم الله الرحمن الرحيم، ألف الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين. محاضرتنا اليوم عن التأثيرات مبكر الإشعاع على الكائنات الحية، The early effects of radiation on the organisms، وستحدث عن أنواع التأثيرات البيولوجية للإشعاع استنادا إلى منشور الهيئة الدولية للوقاية من الإشعاع ICRP المرقم 36 لسنة 1977. أما تكون تأثيرات حتمية Deterministic Effects أو تأثيرات عشوائية Stochastic Effects، وستحدث عن شروط كل منهما على انفصال المتحدث الدكتور محمد البدري. Radiation of cells. The biological effects of radiation results mainly from the damage to the DNA which is the most critical target within the cell. تنتج تأثيرات البيولوجية الإشعاع على الخلايا بشكل رئيسي على الضرر والتلف في كل من إما الحمض النووي وهو الهدف الحرج والأكثر أهمية والحساس للإشعاع داخل الخلية أو other sites in the cell like ribonucleic acid, proteins, carbohydrates may lead to the cell death. إما تلف أحد مكونات الخلية الأخرى مثل ribonucleic acid والبروتينات والكربوهيدرات وغيرها ممكن أن تكون سبباً في موت الخلية. Radiation of a cell will result in one of the following seven possible outcomes. إن تشعيع الخلية أو الخلايا داخل الجسم البشري سيؤدي إلى أحد الاحتمالات السبعة التالية، وتكون الخلايا أما خلايا جسدية أو خلايا جينية. There is no effect on the radiation on the cell. That means the cell stay normal. لا يوجد أي تأثير إشعاع على الخلية أو الخلايا، أي عدم تفاعل إشعاع مع الخلية، وبهذه الحالة تبقى الخلية اعتيادية وبدون أي ضرر. ثانيا produce cell death. The cell dies due to the damage of the DNA in the cell. يكون سببا في موت الخلية بسبب تلف الحمض النووي داخل الخلية. ثالثا produce inactive cell. The cell is not viable or produce mutations. تكون خلايا أو تكوين خلايا غير نشطة، أي تكون خلية خاملة ويمكن أن يحدث فيها طفرة وراثية مسببة لحدوث السرطان مستقبلا. رابعا cell dysfunction and metabolism change. The cell lose its function and its metabolism. فقدان الخلية أحد وظائفها أو يحدث تغيير في التمثيل الغذائي. خامسة division delay. The cell is delayed from going through the division. تأخير في الانقسام delay of the division. تتأخر الخلية في الانقسام الفتيلي أو الاختزالي mitosis or meiosis division. ويستفاد من هذه الظاهرة في موضوع العلاج الإشعاعي لقتل الخلايا السرطانية. سادسا prevent reproduction or loss of reproductive capacity. The cell dies when attempting the first or the later mitosis division, prophase, metaphase, anaphase and telophase. منع الانقسام أو منع التكاثر أو فقدان القدرة على الإنجاب خلال المراحل الأولى أو المراحل المتأخرة من عملية الانقسام الفتيلي الميتوسيس، يعني أما مرحلة البروفيس ميتافيس أنيفيس أو تيليفيس. سابعا induced mutations تكوين طفرات المستحدثة. The cell survives but contain mutations. إذن بالحالة في حالة تكوين الطفرات المستحدثة تبقى الخلية على قيد الحياة لكنها تحمل طفرة وراثية وتظهر على الأجيال القادمة وقد تكون سرطانية. Types of the radiation damage or types of the biological effects of the radiation. أنواع الضرر بسبب الإشعاع أو أنواع التأثيرات البيولوجية للإشعاع. أما تكون stochastic effects or deterministic effects also called non-stochastic effects. إذن stochastic تأثيرات عشوائية وdeterministic تكون تأثيرات حتمية أو تسمى أحيانا غير عشوائية. Types of radiation damage. The biological effects of radiation may be classified into two main categories according to the ICRP 1977.
إذا صنفت اللجنة الدولية أو الهيئة الدولية للوقاية من الإشعاع عام 1977 في منشورها المرقم 36 أن معظم التأثيرات البيولوجية الناجمة من التعرض للإشعاع يمكن تقسيمها إلى فئتين رئيسيتين وهما: أولاً stochastic effects، التأثيرات العشوائية، the probability of occurrence increases with increasing dose is always occurs at very small doses. التأثيرات العشوائية أو تسمى بالتأثيرات المحتملة، يقصد بالعشوائية أن احتمال حدوث التأثيرات البيولوجية يزداد مع زيادة الجرعة، جرعة الإشعاع، وتحدث مثل هذه التأثيرات بشكل عشوائي بدون جرعة بدء أو جرعة العتبة تسمى threshold dose. Is a randomly occurring within threshold dose without threshold dose. No minimal safe dose exists. Has a probability of causing an effect they called ALARA concept as low as reasonable achievable dose. إذن مفهوم الألارا لا توجد جرعة آمنة مهما كانت قيمتها حتى لو كانت صغيرة، أي بطريقة أخرى هناك مخاطر إشعاعية مهما كانت الجرعة قليلة. هذه المدرسة الأولى، المدرسة الأولى لا تعتمد على الجرعة الإشعاعية مهما كانت قيمة الجرعة فهناك تأثيرات بيولوجية. المدرسة الثانية اللي راح نتكلم عنها بالديترمستيك، توجد جرعة بدء وبعد جرعة البدء تحدث التأثيرات الإشعاعية. Examples of the stochastic effects، بعض الأمثلة على التأثيرات العشوائية: induce of cancer، تكوين السرطان المستحث، carcinogenesis، حدوث السرطانات الخبيثة، genetic effects mutation، حدوث الطفرات الوراثية، أو بالحالة life shortening، قصر الأعمار أحيانا. إذا هذا النوع عندنا بالحالة تأثيرات جسدية بسبب أحد الأطباء عام 1957 تعرض لمدة 15 سنة للأشعة السينية وحدث سرطان الجلد. Deterministic effects also called non-stochastic effects are threshold dose response. Below threshold dose there is no any effects. إذا النوع الثاني من التأثيرات هو تسمى بالتأثيرات الحتمية أو أحيانا تسمى غير العشوائية. تحدث التأثيرات الحتمية بشكل كبير عند التعرض لإجراءات إشعاعية عالية acute dose خلال فترة زمنية قصيرة، وتقوم أو يقوم الإشعاع بقتل الخلايا وجعلها غير قادرة على القيام بعملها بشكل صحيح، ولا جرعة بدء أو عتبة تسمى بالthreshold dose. occurs at effects more than 0.5 gray is in a short time. acute effects appear soon after exposure to acute dose in a short time. The severity of radiation increases with increasing dose, usually above the threshold dose. It is linear relationship with dose. The deterministic effects may be occur as early effects of radiation exposed to a higher dose or late effects of the radiation exposed to a low dose and appear after a latent period within 5 to 40 years. إذا بالحالة أن التأثيرات الحتمية تزداد بشكل خطي مع زيادة الجرعة الإشعاعية، وذلك عند التعرض إلى جرعة أكثر من جرعة العتبة. قد تكون التأثيرات الحتمية أما مبكرة عند التعرض لجرعة إشعاعية عالية جدا خلال فترة زمنية قصيرة، أو متأخرة في حال التعرض لجرعة إشعاعية قليلة خلال فترة زمنية طويلة بحدود عشرات السنوات. نعرف جرعة البدء threshold dose. below threshold dose there is no any deterministic effects. Okay. Threshold varies from one tissue to another. Repair and recovery may be occurred post radiation. إذن تعريف جرعة البدء، تختلف جرعة البدء من نسيج إلى آخر داخل الجسم البشري، ولا تظهر أي تأثيرات بجرعة أقل من جرعة البدء، وتتغير مخاطر التأثيرات الحتمية مع الجرعة الإشعاعية والتي تعتمد على تأثير التأثيرات الحتمية فقط عند التعرض لجرعة بجسم بأكمله بجرعة عالية أكثر من 0.5 جرام في وقت قصير. قد يحدث repair and recovery may be occurred post radiation. إذن في حالة التشعيع، بعد التشعيع ممكن أن تحدث عملية إصلاح أو استعادة الخلايا بعد التشعيع.
Examples of the deterministic effects. أمثلة على التأثيرات الحتمية. أولا Reddening of the skin. الرثيمة هو احمرار الجلد يسمى بالرثيمة. Cataract. حدوث الكاتاراكت فقدان البصر ونزول الماء الأزرق. And loss of hair. فقدان الشعر إما temporarily or permanent إما مؤقت أو بصورة دائمة. Blood changes. تغيير في الدم معنى ذلك يتعرض جهاز التكوين الدم أو مكونات الدم ويكون سببا في تقليل عدد كرات الدم الحمراء أو البيضاء أو الصفائح اللويحات. Reduce fertility تقليل عملية التخصيب عادة. Decrease number of sperm تقليل في عدد الحيامة. Hematopoietic or bone marrow syndrome متلازمة جهاز مكونة الدم أو قد يكون سببا في gastrointestinal system syndromes متلازمة الجهاز الهضمي وقد يكون سببا في تلف central nervous system syndrome متلازمة أو الأعراض السريرية للجهاز العصبي المركزي. وكل جهاز راح نتكلم عنه إلى جرعة معينة والهمرج ممكن يحدث نزيف داخل. هذه الصورة اللي موجودة أمامنا هذه كانت تصوير بالفلوروسكوبي خلال فترة زمنية طويلة فتم ترك الجهاز لفترة زمنية طويلة فأصبح عادة skin damage واللي نتكلم عن الرثيمة وهذا كانت جرعة عالية بسبب في التقرحات بسبب التعرض لجرعة إشعاعية كبيرة خلال فترة زمنية كبيرة وكان مستخدمين continuous x-ray not fluoroscopic or pulse fluoroscopic. Total body radiation or response تشعيع جسم بأكمله. When the whole body is irradiated with a certain type of the radiation نتكلم عن تشعيع ألفا بيتا أو جاما نيوترونات يوترونات أو ما شابه ذلك. It's called total body radiation or TBI. إذن بالحالة عندما يتم تعريض الجسم بأكمله نوع معين من الإشعاع يسمى بتشعيع الجسم بالكامل أو total body radiation. Radiation can penetrate all areas of the body. يمكن الإشعاع أن يخترق جميع مناطق الجسم أي جميع الأعضاء الجسم وأنسجة الجسم البشري. The response of an organs in the body depends on the amount of the acute dose received more than 1 gray. إذن بالحالة تعتمد استجابة الكائن الحي في الجسم على مقدار الجرعة الحادة المستلمة والتي تكون قيمتها أكثر من 1 gray وتسمى الأعراض اللي تظهر على الجسم الكلي عند تعرضه لنوع معين من الإشعاع بالمتلازمة syndromes. The clinical symptoms of the total body radiation to the radiation is called syndrome. Summary of the radiation syndromes. ملخص لمتلازمة الإشعاع أو الأعراض السريرية للإشعاع. Early effects of the radiation. التأثيرات المبكرة للإشعاع. The somatic effects of radiation due to the interaction of radiation with the somatic cells. The syndromes classified according to the amount of the acute dose as. إذن التأثيرات المبكرة للإشعاع the early effects of the radiation عند التعرض لجرعة عالية ذكرنا جرعة acute dose خلال فترة زمنية قصيرة تظهر الأعراض السريرية معتمدة على كمية الجرعة التي يتعرض لها الشخص. أول radiation sickness exposed between 0.5 and 1 gray يسمى بمرض الإشعاع. The clinical symptoms of acute dose radiation begins within about 0.5 to 1 gray or between 50 up to 100 gray لأن كل واحد gray يساوي 100 syndromes are anorexia. إذن بالحالة عند تعرض الجسم بأكمله تنقسم التأثيرات الجسدية أما تكون تأثيرات مبكرة وتأثيرات متأخرة. راح نتكلم هالفصل عن التأثيرات المبكرة الإشعاع وتكون ملخص الأعراض السريرية المتلازمة للتعرض للإشعاع. أولا مرض الإشعاع radiation sickness عند التعرض للجرعة من 0.5 إلى 1 جرى تبدأ الأعراض السريرية بالظهور عند التعرض للإشعاع لجرعة حادة حوالي 0.5 إلى 1 جرى كما يلي. Anorexia loss of appetite فقدان الشهية. Nausea تعب فتيق إرهاق vomiting تقيؤ والدارية ممكن يكون في هالحالة يكون عندنا الفيفر ارتفاع بدرجة حرارة. إذا وحدة الجراي 1 جرى تساوي 100 درات هي وحدة قياس الجرعات الإشعاعية ضمن النظام الدولي للوحدات. النوع الثاني هيماتوبويتك سيندروم
متلازمة مكونة الدم أو مكونات الدم، في حالة تعرض من 1 إلى 10 راح نقسمها حسب كمية الجرعة اللي تعرض لها جهاز مكونة الدم. Hematopoietic system consists of bone marrow, blood cells and lymphocytes. إذن يتكون نظام مكونة الدم من نخاع العظم وكرات الدم، والمقصود كرات الدم البيضاء والحمراء والصفائح والنسيج اللمفاوي. The principal effects of radiation on this system are the reduction of the number of the blood cells and bone marrow system cells. إذن الهدف الرئيسي في حالة تعرض جهاز مكون الدم إلى الإشعاع هو نقص في عدد كرات الدم، مثل ما ذكرنا كرات الدم الحمراء أو البيضاء أو الصفائح، أو تعرض البون ميرو ستيم سيلز عادة، انخفاض في الخلايا الجذعية لنخاع العظم. راح نقسمه blood test should be done to check the level of the whole body white blood cells. إذن في بالحالة يحتاج إلى فحص الدم حساب عدد كرات الدم وخاصة كرات الدم البيضاء بعد التعرض للإشعاع. Lymphocyte cells خلايا لمفاوية are the most radiosensitive cells in the blood, which has been observed to decrease after radiation with dose of 0.5 up to 1 gray. يسمى بنوع المايل. إذن خلايا لمفاوية تكون خلايا حساسة للإشعاع عند التعرض لجرعة مقدارها 0.5 إلى 1 جراي يبدأ نقصان الخلايا اللمفاوية. Hematological syndrome classified as. إذن جهاز مكونة نظام الدم يقسم حسب الجرعة، في حالة تعرض لجرعة مقدارها 1 إلى 2 جراي يسمى بال early bone marrow damage. Survival without treatment is possible more than 90%. إذن تظهر الأعراض السريرية التي ذكرناها في مرض الإشعاع السابقة، لكن في الحالة تظهر مثل ما ذكرنا الأعراض السريرية المذكورة على مع البقاء على قيد الحياة دون علاج بنسبة 90%. النوع الثاني moderate bone marrow عند التعرض للجرعة between 2 and 3.5. Survival without treatment is possible and recovery may occur in about 3 months. إذن نوع ثاني تلف نخاع العظام المعتدل عند التعرض لجرعة من 2 إلى 3.5 جراي يمكن أن يحدث الشفاء للمريض بحدود 3 أشهر بعد التعرض للإشعاع وبدون أي علاج. ثالثا Severe bone marrow بالحالة تلف نخاع العظام الشديد عند التعرض لجرعة من 3.5 إلى 8 جراي. Slight to moderate intestinal damage, death likely within 2 to 3 weeks after radiation. Clinical symptoms same as gastrointestinal and anemia appear. إذن يحدث بهذه الحالة تظهر الأعراض السابقة اللي ذكرناها بالنسبة لمرض الإشعاع radiation sickness، لكن إضافة لذلك يحدث الضرر المعوي المعتدل، ومن المحتمل أن يحدث الموت في غضون من 2 إلى 3 أسابيع بعد التشعيع، وتموت وتكون عادة الأعراض السريرية مشابهة لأعراض الجهاز الهضمي مع ظهور فقر الدم أو الأنيميا. ثالثا gastrointestinal systems متلازمة أو الأعراض السريرية للجهاز الهضمي عند التعرض لجرعة from 7 up to 15 gray up to 50 gray. Syndromes الأعراض السريرية أو المتلازمة nausea, vomiting, diarrhea, fever, headache, dehydration, ulceration, lethargy, infection, exhaust, electrolyte imbalance, hemorrhage, fatigue. إذن بالحالة متلازمة الجهاز الهضمي، الأعراض السريرية الغثيان، التقيؤ، الإسهال، الحمى، الصداع، فقدان الشهية، وقد يحدث الجفاف والتقرح dehydration والتقرح ulceration والخمول والإرهاق واختلال التوازن المنحل بالكهرباء ونزيف وتعب وعدم التوازن أو يسمى عدم التوازن كهربائيا ويحدث النزيف الداخلي ويراق ذلك عملية التعب الشديد. Death may be occurred within 4 to 10 days because of severe damage to the cell lining the intestine. ممكن أن يحدث عادة بالحالة الوفاة
في غضون 4 إلى 10 أيام بسبب التلف الشديد للخلايا المبطنة الأمعاء نتيجة تلف الغشاء المخاطي المعوي الحاد. Intestinal dysfunction is the result from the severe intestinal mucosa damage. Central nervous system syndrome عند التعرض للجرعة أكثر أو مساوي 50 جريد متلازمة أو الأعراض السريرية للجهاز العصبي المركزي. إذن symptoms same as gastrointestinal. إذا الأعراض السريرية هي تكون مشابهة لأعراض أو متلازمة الجهاز الهضمي لكن مع ظهور بعض الحالات الأخرى. Damage the cerebrovascular from damaging central nervous system and cardiovascular due to the receiving dose more or equal than 70 gray. إذن متلازمة الجهاز العصبي المركزي تكون الأعراض مشابهة لأعراض الجهاز الهضمي وإن تختلف في الأوعية الدموية الدماغية cerebrovascular وأيضا تلف الجهاز العصبي المركزي والأوعية الدموية القلبية بسبب التعرض لجرعات عالية قد تكون 50 جرام أو أكثر وتحدث الجلطة الدماغية. Death in the central nervous system is occur after the radiation within dose more than 50 gray and within 2-5 days after exposure. إذن ممكن بالحالة تحدث الوفاة في الجهاز العصبي المركزي في غضون 2 إلى 5 أيام بعد التعرض للإشعاع. The cause of the death in the central nervous system is apparently an elevated fluid content of the brain. يكون بالحالة قد يكون سبب الوفاة في الجهاز العصبي المركزي هو ارتفاع مستوى السائل في الدماغ وبعد يحدث loss of vision فقدان البصر أو الرؤية skin burning التاكسية يكون بها الحالة حروق الجلد والوذمة الشديدة و severe edema و neurovascular damage and shock وبهذه الحالة إضافة لحروق في الجلد والوذمة الشديدة وتلف في الأوعية الدموية العصبية وتحدث الصدمة. شكرا لزاكم وهذه آخر محاضرة. نتمنى لكم النجاح والتوفيق والتخرج بعونه تعالى.